سيدي خالد مرحبا بك، جابك الله في وقتك. جيت تشرب معايا شي كوزتاتي ولا قهوه؟ اجي. شنو بيني وبينك نشرب معاك شي اتاي ولا قهوه؟ قولي شنو خصك، انا تبعني الخدمه. مالك معصب؟ مالك منيرفي؟ دابا انا قلت الصوا ها ما نسواش، انا تنخليك هكاك في الزنقه. اجي اجي ندخل عندك للدار. يعني غادي نحكمك، غدير لا هاه ولا هاه. وإلا جيتي تغوتي نقول واك واك عيب الله تقراح قبل ما تراح، ما عرفتي واش شفار ولا مخار. واك واك عيب الله مشيت فيها. هادشي اللي بغيتي ساليتي دابا؟ ساليت. راه باقي ما عرفتيني شكون أنا، ما تلعبيش معايا هاد اللعب. لا ويلي، على ما نعرفكش على انت خافي على شي حد. معروف شكون هو خالد اللي كيتبع البنات. توصل البنات سلامات، عندك يسحاب لك بوتينه بنت الشعيبيه، ما كنتش تشوفكش كدير ليها، كتنقز عليها من سطح لسطح. اكرام بنت العبديه، جيتي كتبع حتى الحمام ودورتي مع الطيابه باش تقولها ليها، عملها بنت الخياطه، عقلتي قفاير هكاك وما قلتيهاش. امل بنت المختار عندك يسحاب لك، هادشي كله لو وصل المختار والله تيديك فين تربى. واخ هادشي كله شنو بغيتي؟ بغيت والو، بس غير واحد 30,000 درهم. شحال؟ 30,000 درهم. درهم زين تحت درهم او كاش ولا دوسي كله عندي. عارفه فين نحطو ولما نعطيه؟ ديك الساعه تمشي تخلق ابو خالد. خناتة شتي انتي كتلعبي مع مراك، ما صلح لك شحال. انا نلعب جات معايا خناتة بنت الحمزاوي كيتكتب بخالد اللي غتمشي للجيول 30,000 درهم. شتي مصطيه ولا مالك؟ 30,000 راه هي 3 المليون، غيطيحوا عليا من السما. راك عارف من نجيبها، مولف الدبر كاش وغدا تكون عندي. ولا بغيتي تشرب اتاي دوز. شوفي هذا كي جاني. واش كتهضري مني؟ تكون حماقيتي ولا شنو؟ واش خرجه مع باباك ولا خرجه مع الحبيب ديالك؟ راه ما عنديش اللوان بزاف، وراك عارفه بابا كي داير. وانا علاش كاينه؟ غير باش نعاونكم على الحبيبه ديالي. هانا جبت لك احسن كسوه عندي في البلاكار. واو شحال غزاله. امل قولي لي كي جاتني. امل فاش كتفكري؟ امل ياك ما ضرك شي حاجه؟ لا ما مريضاش. ياك مال عفريتي كتبغي شي واحد وانا ما عارفهاش. شكون تسمع